اجي هنا اجي هنا عافاك صافي وريني ديك التصويره عافاك وريني ديك التصويره مزيان اللي كتبان وريني ديك التصويره الخوت كنتمنى على انكم تبارطاجيو على نطاق واسع هاد البنت اسم ديالها فاطمة الزهراء مشكور اختفات على الانظار من يوم الاثنين والعائله ديالها راه مازال كيقلبوا ما خلاو حتى شي بلاصه مشاو للمدينه مشاو لدرب السلطان ما خلاو فين مشاو والحدود الساعه مازال ما طلقاتش دابا دابا الاخوان ولكن الجديد في الامر هو ان بعض الاشخاص قالوا لهم راه كاينه في الجرده ديال الحي الحسني كيقولوا بانها كاينه في الجرده ديال الحي الحسني والعائله ديالها بقوه الحرقه اللي فيهم على بنتهم جاوا لهاد الجرده ديال الحي الحسني وجاو امام الدائره 15 يعني باش يحاولوا يبحثوا على بنتهم للاسم ديالها فاطمة الزهراء اللي غنطلب منكم عفاكم هو تعاونونا بالبارطاج باش نلقاو فاطمة الزهراء مشكور واش مختطفه واش شاده شي حد واش خرجت لخاطرها واش كاين شي حد من مور هذا الاختفاء غنخليكم مع الام ديالها توجه لكم نداء الله يرحم الوالدين لما بارطاجيو هذا اللايف باش فاطمة الزهراء تلقى اقرب وقت حاجه السلام عليكم مازال اخويا مازال ما لقيتها بنتي مخطوفه اخويا انا قالوا لي في الجرده ديال الحي الحسني في داك الشارع كنباتوا هنا وكنضلوا هنا كنقلبوا كل مره كيقولوا لك كاينه بنتك في بلاصه كل مره كيقولوا لي في بلاصه مره يقولوا لي في المدينه اخر مره قالوا لك فين كاينه الحي الحسني انا في الجرده من البارح يومين وانا في الجرده انا وخوتي كنباتوا هنا الليل كله وكنضلوا النهار كله حنا كنقلبوا كنطلب من سيدنا يوقف معايا ومن حموشي كنطلبوا من خويا يعاونوني ويجيبوا لي بنتي بنتي راه مريضه ما كتعرف ما تعرف فين تمشي ما كتعرف فين تجي بنتي راه درويشه ما كتعرفش راه اللي شاد راه شداها راه خونوها ليا راه خطفوها خويا بنتي راه مخطاتش في خويا راه ماشي ماشي بوحدها راه بنتي ما كتعرف فين تمشي كنتمنى منكم انا اخوان اخوتي واخواتاتي تعاونوني في بنتي راه كل اللي طالع عليا راه بنتي من نهار اثنين هبطت غير تسخر مشات ما جات هبطت غير تسخر اخوتي وخرجات ما بقاتش رجعات اخوتي هبطوا كيقلبوا عليها في ديك الساعه ديال السا ما كاينش اللي يرد ليها ما كاينش راه بنتي ما كتهضرش مزيان عندها نقص ديني عندها الهضره ديالها ثقيله شويه والمشيه ديالها ثقيله شويه راه بنتي ما كتعرف فين كتمشي اخوتي ما كتعرف فين تجي خاين اي واحد يقدر يستغلها اي واحد يستغلها كتخاف من اي حاجه كتخاف منها إلا قلتي لي زيدي هنا كتزيد ما كتقدرش ما تمشيش أنا خوتي كاع الكوميسارية دارتها ليا كنتمنى من الله سبحانه وتعالى وسيدنا والحموشي والدوائر يعاونوني يوقفوا ليا مع بنتي ويعاونوني راه مرة مريضة كطيح كتموت في الدار وباها كيموت في سبيطي وأنا هنا راني كنتقطع غير من عطاني الصويرة عافاك عطاني الصويرة تبان مزيان انا خوتي كاع لما يصدرت فيهم الصباح هاد الشماكر هي بعد الطوموبيلات كنقلبهم الكميات كنقلبهم اخوتي يعني ما خليتي فيه يمشي في اي بلاصه كيقولوا هاي كتقول هاي اخوتي راه البلاصه اللي عيطوا عليا كنمشي ليها راه ما بقاش عندي جهد اخوتي باش نقلب على بنتي راني كنموت اخوتي شنو سميتها؟ الزهرة مشكورة اخوتي شحال في عمرها هي 20 عام عندها 20 عام ولكن ما تعطيهاش 20 عام اخرى بحال 14 عام ولا 15 عام اخوان هذه هي فاطمة الزهراء اللي في عمرها 20 سنه ولكن ما كتبانش عليها عندها 20 عام يعني كيبان قل الله يرحم الوالدين بارطاجيو عافاكم الصوره ديال هذه البنت واللي شافها وتعرف عليها يخبر رجال الامن 19 عيط ل 19 قول لهم فاطمة الزهراء مشكور فاطمة الزهراء مشكور اللي مختفيه من منطقه الرحمه راه كاينه في بلاصه فلان فلانيه غيجيو لعندك في البلاصه ها انتم الله يرحم الوالدين بارطاجيو هذا اللايف وما تبقاوش تفلاو على العائله الله يرحم الوالدين يعني تبقى تقول لها كاينه هنا كاينه هنا كاينه هنا يعني ما تبقاش تكذبوا على هذه السيده الا تيقنتي شتي البنتيه هذيك حاول تصورها لهم وعيط للبوليس حاول تصورها لهم وعيط للبوليس يعني ما تبقاش تفلاها على العائله الله يرحم لك الوالدين راه كيف ما وقع لهاد الناس يقدر يوقع لك حتى انت اللي شاف هاد البنت اللي شاف هاد البنت وتعرف عليها يعيط للبوليس راه ما عرفنا واش مخطوفه واش شادها شي حد واش مشات مع شي وحده واش مشات مع شي حد ما عرفناش شنو واقع لفاطمة الزهراء ما عرفناش شنو واقع لها ما عرفناش دابا ما عرفناش شنو واقع لها البارطاج عافاكم الله يرحم الوالدين
الله يرحم الوالدين اللي ما بارطاجي. الله يرحم ليكم الوالدين. شنو بغيتي تقولي لبنتك الحاجه؟ شنو تقولي لبنتك؟ تنقول لها فاطمة الزهراء بنتي اللي كتسمعيني، بنتي شاهد درتي حاجه من دبك، واللي شاهديني يرحموني وشوفوا من حالي وشوفوا من حال ميتها، وطلقوا لي بنتي ورجعوا عندنا خير بخير. اخر مره قالوا كنت هنا في زابط الحي الحسني. عيط لي واحد السيد البارح التليفون ربعه المرات وحكوا لي شوفي انا شفتها في حي الحسني. شفتي وحده جايبينها في حي الحسني ومزيرين عليها، راه ماشي لخاطرها ديك الدريه، ماشي لخاطرها جايه. دخلت وكنبقى نلم اخوتي كنقول لهم انا بغيت بنتي ترجع ليا. فاطمة الزهراء ما تخافي من اخوتي. انا دابا عيطت لك شحال من مره؟ دابا عيط عيط لي شي ربعه المرات وعيط لي بنمر بريفي وكيقول لي شوفي بنتك راه كاينه. كاينه في الحي الحسن. الحي الحسن عيط لك بمرته ولا فريدي؟ النمره ما طالعاش نهائيا. النمره ما طالعاش. وكيقول لي انا متاكد منها، انا متاكد منها راه كاينه. كيقول لك انه متاكد كاينه في الحي الحسني. شنو كطلبي دابا من عند؟ كنطلب من بنتي، كنطلب من البوليس ديال الدوائر كاملين يوقفوا معايا ومع بنتي، راني كلهم درت عليهم. كنطلب من رجال الشرطه كلهم يبغوا يعاونوني على بنتي. بنتي ماشي شي واحده اللي هي 20 عام اللي هي بعقلها مزيانه اللي غادي تمشي ومرقى نمشي عليها، كون كنت انا عارفه بنتي ماشي هي هذيك. بنتي درويشه. التوحيد بغيت انا التوحيد، نوض فيه شي حاجه باش ينوض يقلبوا لي في التوحيد. هذا هو الاول. بعد شوفوا هاد البلايص اللي قالوا لي فيهم اخوت. يعني اخر مره كانت في الحي الحسني قالوا؟ قالوا لي حي الحسني وهي مشات من التوحيد اخوت. انا كنطلب من سيدنا والحموشي والدوائر كاملين وقفوا معايا، وقفوا لي مع بنيتي، وقفوا لي مع بنيتي. راه ما كتعرف والو، راه ماشي شي وحده اللي هي خايبه خوتي. راه بنتي راه ما كتعرف فين تمشي ولا فين تجي. الله يرحم الوالدين اللي ما بارطاجيو هذا اللايف عافاكم، باش تلقى هاد البنت اللي ما عرفناش شنو واقع. على الام ديالها راه كتبكي بالليل وبالنهار، راه عيات عيات ما تقلب، عيات ما تدور. الله يرحم ليكم الوالدين. الله يرحم ليكم الوالدين لما عاونوها بالبارطاج تلقى بنتها الاسم ديالها فاطمة الزهراء. مشكور. عاود ورينا مولاي التصويره عافاك، التصويره في التليفون باينه مزيان. اللي شافها وتعرف عليها يحاول يخبر رجال الامن. تصوني على 19، تصوني على 19، قول لهم البنت فاطمة الزهراء راه كاينه في بلاصه فلان فلانيه، غيجيو لعندك على وجه السرعه. لان البنت ما عرفناش واش مخطوفه، واش وقع لها شي حاجه، ما عرفناش شنو طاري لها. هذه هي البنت. واخا يكون وحدها البنت، هذه هي البنت اخوتي. هذه هي البون، هذه هي البنت. يا ربي ترجع بخير ولا خير. عاونوها عافاكم، عاونوها بالبارطاج تلقى بنتها. سكرينيوها التصويره، سكرينيوها عافاكم، بارطاجيو بينا، اونغوجيستخيها عندك في التليفون. تكون خارج لربما ما تبان ليك، غير اونغوجيستخي التصويره عندك، سكريني اونغوجيستخي عندك التصويره. الله يرحم الوالدين، فضلا ليس امرا من اجل هذه السيده هذه. ما عرفناش شنو واقع عليها، واش مختطفه، واش شاده شي وحده، واش شاده شي واحد، واش كتعزر بها شي بنت، واش كيتعزر بها شي. ما عرفناش شنو واقع لهذ البنت. اخر بلاصه قالوا لها هي الزربه ديال الحي الحسني اللي حدا القهوه ديال تافوت. هذه اخر بلاصه قالوا ليها فين كاينه. جات مسكينه للحي الحسني ولكن مازال ما لقاتهاش، مازال ما لقاتهاش لحدود الساعه، لحدود الساعه. البنت راه كتخاف، يعني واخا تشوف البوليس راه ما تقدرش تمشي عندهم. البنت خوافه وما عمرها خرجات، اول مره كيطرى لها هذا الشيء. خرجت للحانوت بصنطات الميكا وجاكيطه ديال الجين، ما رجعاتش الى يومنا هذا. الله يرحم الوالدين. البارطاج عافاكم، البارطاج باش ترجع هاد البنت بخير وعلى خير. الاسم ديالها فاطمة الزهراء مشكور، كتبلغ من العمر 20 سنه ولكن تشوفها ما تعطاش 20 سنه. المهم انت شنو تقولي لبنتك الا كانت كتسمع؟ انا كنتمنى دابا فاطمة الزهراء وسمعتيني بنتي، رجعي رجعي بنتي عندي. حتى واحد ما يهضر معاك بنتي، رجعي عندي سالمه، واللي شاده واللي خاطفها انا كنتمنى ترجعها. راه عند الوالدين وعند خواتاتي تطلق لي بنيتي، راه ما كتعرف والو بنتي، ما كتعرف حتى حاجه بنتي، راه ما كتخرج في الزرقاء، راه ما كتعرف والو. كنتمناكم انا شادينا يا خوتي يا خواتاتي، كنترجاكم طرقوا لي بنيتي وترجعوني يا خوتي، ترجاكم اخوتي، ترجاكم اخوتي. بغيتكم طرقوا لي بنتي في اسرع وقت اخوتي، راني كنتعذب. لا حول ولا قوة الا بالله. كبدة صعيبة، كبدة صعيبة. الأم ما خلات فين مشات، ما خلات حتى شي بلاصة مشات لها، ولكن الحدود الساعة مازال ما بانتش. آخر بلاصة قالوا لها شافوها الحي الحسني. بغيت توحيد ما فيه ضجة، حيت
بنتي مشات ليا من توحيد اخوتي. ودابا كل واحد كيقول لي في بلاصه وانا ضايعه ما كنعرف فين. السيده تالفه دابا ما عرفاتش فين تمشي. كل مره كيقول لها 30 اخر مره قالوا لها كاينه في الحي الحسني، بزاف ديال الناس قالوا لها كاينه في الحي الحسني، بزاف ديال الناس قالوا لها في الحي الحسني. نتمنى لانهم يعمقوا البحث باش يلقاو هذه البنت. هذه هي الصوره ديالها، الله يرحم الوالدين. اخر بلاصه قالوا لها هي الحي الحسن. اللي شاف فاطمه الزهراء يعلم البوليس 19، قول لهم الو، عوض ما تعيطوا الام، عيطوا للبوليس الو راه كاينه في بلاصه فلان ثانيه غيجيو لعندك. عيط ل 19 ما تخسر والو، عيط ل 19 وقول لهم البنت فاطمه الزهراء مشكور اللي مختفيه ودارت معها ديكلاراسيون في التوحيد، راه كاينه في هذه المنطقه هذه غيجيو عندك اقرب دائره على وجه السرعه، يعني باش بلا ما تبرزت الام وتقص تحوفها من هنا لهنا. الله يرحم الوالدين، الله يحسن العوان، الكبده صعيبه ما خلات فيه مشات. عاونوا بالبارطاج، اللي شاف البنت عيط على 19، عيط للبوليس. الو السلام عليكم، البنت فاطمه الزهراء مشكور اللي كتقلب على عائلتها، راه شفناها في هاد البلاصه، غيجيو عندك البول. هذيك الساعه الا كنتي كتفلى البوليس غيديروا معاك الاجراءات القانونيه، الا كنتي كدوي بصح فلك جزيل الشكر. الله يرحم الوالدين، باش ما تبقاوش تحوف هاد الناس وتبقاو تجري بهم من هنا لهنا لهنا لهنا. البنت عندها عسر في النطق، يعني كتهضر ثقيل، كتمشى ثقيل، ما كتخرجش الزنقه بزاف. البنت ربما استغلها شي واحد او لا شادها شي حد ولا شادها شي وحده، ربما العلم لله، ما كنعلموش الغيب، وانما الابحاث ديال رجال الامن هي اللي غادي تبين لنا الحقيقه باش البنت ترجع لدارهم بخير وعلى خير. الله يسمعك اخبار الخير. وحتى لهنا غادي نوصل على نهايه هذا البث المباشر، نتلاقاو في بث اخر ان شاء الله، تبقاو على خير.